الحكومة الجديدة التي كلف بتشكيلها عدنان الزرفي لاقت ترحيبا في محافظة صلاح الدين، فيما اتخذ البعض الآخر موقف المراقب على أمل تحقيق ما يصبو إليه الشارع العراقي من طموحات خلال المرحلة المقبلة. في الوقت الذي يترقب الشارع في صلاح الدين ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية، بدأت علامة الرضا بعد تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة أملا في إخراج البلاد من أزمتها الحالية. عدنان الزرفي رجل إلى بصمة بمحافظة النجف وترك أثر واضح وملموس على أرض الواقع، ونتمنى هاي البصمة والعمل اللي صار بالنجف كمحافظ ينعكس على العراق أجمع. ممثل حقيقي للشارع يلبي النداءات ويلبي مطالب الشعب. اليوم نحتاج لتعيينات للشباب، نحتاج لتبليط شوارع أبسط أمنية قد تكون في قلب المواطن. كثير من الأمور اليوم مهملة، كثير من الملفات تحتاج لوقفة جدية لحل هذه الأزمة والمشاكل. متابعون للشأن السياسي أشاروا إلى أن ما وقع من حيف على صلاح الدين يجعلها تنتظر بشغف رئيس الوزراء الجديد، خاصة أنها عانت من إهمال وتسلط سياسيين لم يهمهم سوى مصالحهم، وحال المحافظة دليل على ذلك. واقع المحافظة يغني عن الكلام، فمحافظة صلاح الدين تعاني من واقع يعني حقيقة متلكئ ومربك وربما يعني متباطئ. الكثير من المشاريع حقيقة متلكئة ويعني متأخرة وربما توقفت نتيجة يعني الأرباك والخلل في إدارة المحافظة وفي إدارة المشاريع. على الجهات المعنية والسياسيين المعنيين والحكومة الجديدة لتصريف الأعمال مكلفة بتصريف الأعمال أنه تنجز هاي الملفات بأسرع وقت، لين وعود بوعود بوعود. جاء محمد علاوي وطلع محمد علاوي ما افتهمنا كل شيء من الوضعية، فنتمنى من الجاي ومن الزرفي أنه يكون جاد بحل هاي الأزمة، إجراء انتخابات مبكرة، الوضع حيل تعبان بالبلد. أصوات برزت عند تكليف علاوي تتحدث عن حصة المكون والاستحقاق، وهنا في هذه المحافظة لا يطالبون بحصة مكون بل بوطن مزدهر تبتعد فيه المحاصصة والمناطقية وتقترب فيه العدالة والمساواة. جميل الغزالي، قناة الرشيد الفضائية، محافظة صلاح الدين.